تقسيمات إعفاءات تؤسس النضالات إذن هذه الوقفة هي تضامنا مع الأطر الذي تم إعفاؤهم وكلهم ينتمون إلى جماعة الأدب والإحسان. الإعفاء تم بطريقة غير قانونية، فيه ظلم، فيه شطط في استعمال السلطة. هذا قرار سياسي لا علاقة له يعني بالجانب الإداري، أو بالعكس يعني هذه الأطر كلها يعني يشهد لهم من يعني يعرفهم من رؤسائهم المرؤوسين بأنهم أطر كفأة فعالة. ففي الوقت الذي كان ينبغي أن تكرم الكفاءات وأن تعطى يعني أهميتها، فتأتي هذه الإعفاءات كما قلت لهؤلاء الأطر الكفأة. فإذا اللجنة هنا دعت لهذه الوقفة تضامن مع هؤلاء، مواساة لهم ورفضا لهذه يعني الإعفاءات الظالمة التعسفية. الوقفة ديالنا كتجي بعد ما يعني انتظرنا أن الدولة تتراجع على السلوك الكارثي ديالها المنافي للقانون، المنافي للحق، تجاه يعني ما يزيد على 100 من الأطر فقط لأنهم كينتميو الجماعة السياسية اللي ما كترضاش عليها أجزاء أو أقطاب في الدولة. فإذا به هاد الأيام هذه كيفاجئونا أنهم كيضيفوا العشرات من الأطر باش نوصلوا اليوم ل 159 ديال الناس اللي تعفوا من المسؤوليات ديالهم دون وجه حق بشكل سياسي مقيت، بإنكار مطلق لدولة الحق والقانون، للمساواة أمام الإدارة، للمصلحة العامة اللي كتقتضي المراعاة ديال الكفاءات اللي تم البرهنة عليها في الميدان. كتجي الدولة لأن أنت ما عجبنيش، أنت عندك رأي، أنت عندك موقف، ما عندي من نتابعك، ما عندي من نحاسبك، ما عنديش شي خطأ اللي نقيدو عليك، ولكن الانتماء ديالك كافيني باش نخرج على القانون. هذا سلوك ديال المافيا، ماشي سلوك ديال دولة التي تحترم نفسها وتحترم مواطنيها وتحترم قانونها. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.